متتابعي القناة الإخبارية لتلفزيون الجزائري، أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم معنا في هذه الحصة الخاصة. نحن على المباشر لنعود إلى زيارة الدولة التي قادت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى تونس الشقيقة. سنعود إلى خلفيات وأبعاد هذه الزيارة وكذا ثمارها وما توجت به بعد الإعلان عن إعلان قرطاج، والذي لخص أهم ما جاء في هذه الزيارة. سنتطرق للأبعاد السياسية، الاقتصادية، الدبلوماسية. سنتحدث أيضا عن الجالية، مادام أن الرئيس عبد المجيد تبون جمعه لقاء مع أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في تونس. أسعد باستضافة معي هنا في البلاتو كل من الدكتور رشيد علوش المختص بالشؤون الاستراتيجية. أستاذ مرحبا. مرحبا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. شكرا على تلبية الدعوة. يحضر معنا أيضا الدكتور الهوارية غرسية المحلل الاقتصادي. سيدي مرحبا. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا. وأسعد باستضافة معي عبر تقنية اسكيب الأستاذ الدكتور خالد عبيد الأكاديمي المختص في الشؤون السياسية. مرحبا بكم سيدي. مرحبا، شكرا على تلبية الدعوة. قبل بداية النقاش نتابع وإياكم مشاهدين هذا التقرير الذي أعده الزميل وليد زروق، والذي عاد إلى خلفية وأبعاد الزيارة. علاقات أخوة متجذرة بين شعبين شقيقين يجسدها قادة البلدين. بتوجه واحد تسير كل من الجزائر وتونس على خطى الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات. بالرؤية ذاتها يسعى الطرفان لخلق اندماج اقتصادي وآفاق موحدة مشتركة. قصر قرطاج اعتبر زيارة العمل التي قادت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إليه بالتاريخية، بما تحمله من دلالات وأبعاد أدخلت الشقيقتين إلى مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون، ترتكز في الأساس على روابط تمتد عبر التاريخ لطالما وصفت بالمتميزة. تميز العلاقة ترجم ميدانيا بما تمخض عن طاولة الاجتماع التي تناولت ملفات اقتصادية وتنموية بمسعى يدفع الجارتين نحو مستقبل مشترك واعد بديناميكية ترقوية يعكسها برنامج تنفيذي ضخم معالمه عدد هام من اتفاقيات التعاون والشراكة، والتي وصل عددها إلى 27 اتفاقية مست مختلف المجالات. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي اللهم وسلم. زيارة توالت فيها التصريحات المعبرة عن الخارطة العربية الجديدة التي يطمح فيها الرئيسان تجاوز الخلافات بين كل الأشقاء العرب عبر تحقيق الوئام والتقارب وحل النزاعات من جهة وتسوية الملف الليبي من جهة أخرى. اتفقنا على أن يتم تعزيز الإطار القانوني لتنظيم العلاقات الثنائية ضمن هذا المنظور الجديد، وذلك بالتوقيع على العدد الهام من اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه في القطاعات الحيوية خلال المراحل القادمة من عملنا المشترك إن شاء الله. وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية تطرقنا إلى العديد من القضايا الراهنة وتبادلنا الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا الشقيقة، واتفق تمام الاتفاق مع أخي قيس أن الحل في ليبيا ما يكون إلا بين الليبيين أنفسهم. العلاقات بيننا هي علاقات متميزة عبر التاريخ، ولكن ستكون إن شاء الله متميزة أيضا في المستقبل، لأنه لا يمكن أن نواجه التحديات فرادة
يجب أن نكون مجتمعين بطرق مختلفة، بطرق نستنبطها، ولكن بطرق تحقق المقاصد التي وضعت من أجلها هذه الاتفاقيات. بكل استحقاق توجت الزيارة بما يخدم الشعبين في كلا البلدين، فالتكريم فيها لاقى برئيس الجمهورية، رآه الرئيس التونسي قيس سعيد عربون الوحدة التي على أساسها تنطلق نهضة الأمة العربية، بدءا بالجارتين المثاليتين الجزائر وتونس. الزيارة كما قلنا توجت ب 27 اتفاقية في مختلف المجالات، لكن قبل أن نتحدث عن هذه الاتفاقيات أبدأ معكم أستاذ رشيد علوش، أنتم مذكر بحث في الشؤون الاستراتيجية. زيارة كهذه قبل الحديث عن ما توجت به يجب دائما أن نعود إلى الخلفيات الخاصة بهذه الزيارة، وأيضا هذا الاستقبال البروتوكولي أنتم دائما في العلاقات الدولية تعطونه قراءة محددة. أستاذ علوش. طبعا أستاذ سيد أحمد، بداية شكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا. يسعدني أن نشارك النقاش أستاذنا العزيز. هو بداية من ناحية رمزية الزيارة التي توافقت مع الذكرى 11 لثورة الشعب التونسي 17 ديسمبر، هذه الرمزية الأولى. الرمزية الثانية مع الإعلانات التي قام بها الرئيس قيس سعيد من ناحية إعادة بناء أو إعادة ربما ترتيب البيت الداخلي التونسي، وهذا ما أصرت عليه الجزائر دائما باستبعاد التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية التونسية. من الناحية الأخرى لو نعود إلى الشكل البروتوكولي وطريقة الاستقبال وأيضا طريقة مغادرة السيد الرئيس عبد المجيد تبون الجزائر، أين يتم مرافقته وتحيته الشرفية في المطار، ثم خرق البروتوكول أو تعديل البروتوكول لاستقبال الرؤساء على مستوى التونسي نظرا لحجم الزيارة، ونظرا أيضا لتاريخية وعدم مسبوقية الزيارة التي قادت عبد المجيد تبون إلى تونس من ناحية الملفات التي تم مناقشتها، ولكن أيضا من ناحية الظرف الداخلي الذي تواجهه وتشهده الدولة التونسية من محاولة التضييق عليها من بعض القوى أو بعض الدول لحثها أو للضغط عليها لاتخاذ مسارات محددة لحل الأزمة الداخلية التونسية وترتيب البيت الداخلي التونسي. من الناحية الأخرى هو أن هذه الزيارة تم التحذير لها بوفدي الدولتين بوصول وفدي الذين رافقوا السيد عبد المجيد تبون إلى تونس، وأيضا التحضير الذي كان قبل أيام بوصول رئيسة الحكومة التونسية نجيل أبودون إلى الجزائر للتفاهم والاتفاق على أهم الملفات التي سيتم أو أهم الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها، وأيضا وصول أو ذهاب الوزير الأول وزير المالية أمين عبد الرحمن وتقديمه أيضا معونة للشعب التونسي وللدولة التونسية قرض مالي في هذا الظرف الذي يشهد فيه البنك المركزي التونسي عجزا من ناحية العجز مالي، الأمر الذي يثبت على أنه نحن كجزائريين سلطة دولة وشعبا دائما ما نقف مع الأشقاء التونسيين، باعتبار أنه مثل ما جاء أيضا في كلمة أو في ندوة صحفية للرئيسين كان هناك تركيز على أننا شعب في دولتين. هذا الأمر معروف منذ حتى قبل استقلال الجزائر، لأنه دائما أيضا ما ينظر إلى أنه العلاقات الجزائرية التونسية ليست علاقات دولار أو أورو، وإنما هي علاقات دم بين شعبين، اختلاط الدماء بين دم الشعب الجزائري ودم أيضا تونسي في أحداث ساقية سيد يوسف. لذلك رمزية الزيارة من الناحية التاريخية، وحتى الزيارة كانت من قبل مبرمجة في فيفري. نعم، ونظرا للظروف الصحية، نظرا أيضا لما واجهته الدولتين من آثار جائحة كورونا حتى ما تأجيل الزيارة، هذا الأمر كان إيجابي من ناحية التحضير لأهم وشمولية الملفات التي تم تناولها. يعني الملفات 27 ملف أو 27 اتفاقية تم توقيعها اعتبرت تاريخية، ولكن أيضا هناك رمزية من ناحية تقاسم الشعب والدولة الجزائرية لمعاناة الشعب التونسي في الظروف الصحية التي واجهت التونسيين، وكان هناك وعد وكان هناك أيضا التزام من طرف السلطات الجزائرية على تقاسم اللقاحات مع الشعب التونسي وأيضا تقاسم حتى الأكسجين مع الشعب التونسي. هذا الأمر لم تفعل
تفعله أي دولة من الدول التي تظهر لتونس ما لا تغيبه في يعني جلسات ربما تعتبر سرية. جيد، سعود إليك أستاذ رشيد علوش. قبل ذلك نذهب إلى الأستاذ خالد عبيد، وذكر أنتم أكاديمي مختص في الشؤون السياسية. أستاذ عبيد، أكيد اطلعتم على هذه الوثيقة التي توجت بهذه الزيارة، أتحدث هنا عن إعلان قرطاج. جاء في أن هذه المحادثات الهامة التي جمعت الرئيسين رسخت التوافق التام في تقدير مستوى علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والرغبة المشتركة في الارتفاق بها في كافة المجالات إلى أعلى المراتب وفتح آفاق أوسع وأرحب. ما دلالات هذه المصطلحات التي جاء بها هذا الإعلان أستاذ خالد عبيد؟ معذرة، لست أدري هل تسمعني جيدا، الصوت متقطع أحيانا. نعم أسمعك جيدا أستاذ خالد عبيد، أسمعك جيدا. لكن ما هو على... أوكي اتفقنا. أستاذ هل سمعت السؤال أم أعيد لك؟ اعتقادي أن هذا الإعلان وما تضمنه من مبادئ وما تضمنه خاصة من توضيح على الرغبة المشتركة في أن يكون هناك رؤية للمستقبل تقوم على أساس الاندماج وتقوم على أساس مزيد التقارب بين البلدين، اعتقادي أن هذا هو بداية الطريق من أجل إزالة العديد من العوائق التي كانت تقف أمام اندماج شعب واحد موجود في دولتين. نعم أستاذ. ألو. نعم أستاذ أسمعك أستاذ، تفضل. نعم نسمعك جيدا أستاذ. معذرة، ربما الصوت أو الصورة متقطعة. استماع لي. نسمعك جيدا أستاذ، إذن سنعود إليك في حين إصلاح هذا الخلل. أستاذ الهواري تيغرسي، هذا الزيارة لم تكن زيارة تقليدية، وحتى قالها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن هذه الزيارة تأتي لإعطاء دفع جديد لمستوى العلاقات الثنائية بما فيها المستوى الاقتصادي. في الشق الاقتصادي كان في حديث على تحقيق اندماج اقتصادي. أستاذ الهواري تيغرسي، ماذا نعني بهذا الاندماج؟ شوف والله الفكرة كانت موجودة خاصة في المراحل السابقة، لما نحكينا على لما طبعا خططنا لمرحله الاتحاد المغاربي. نعم. وطبعا تونس كانت من بين الدول القريبه جدا فيما يخص هذه العمليه، ولكن شاءت طبعا الاقدار انه لا يتم هذا التكتل. نظن الفرق بين طبعا الاتحاد المغاربي والتكتل الجديد، نظن انه فرزت امور جديده بالنسبه للساحه، سواء بالنسبه للجانب السياسي او الاجتماعي، سواء بالنسبه لكذلك الجانب الاقتصادي. نظن مهما تكون الجزائر، أكيد أنه ليس للجزائر أزمة على الأقل في المراحل طبعا المدى القصير، لكن ممكن جدا في المراحل القادمة. ولكن شفنا الثروة اللي موجودة في الجزائر، يمكن والإحساس بالنسبة للعملية وكيفية جعل طبعا هذه الفكرة اللي سمعناها خاصة من السيد طبعا سواء بالنسبة للرئيس التونسي أو الرئيس الجزائري، أنه شعب واحد بدولتين، حابين يجسدوا الفكرة هذيك من خلال تنمية اقتصادية شاملة متكاملة مندمجة. هذه هو الفكرة، أنه كيفية طبعا لما نشوف انه 27 بروتوكول اللي انطلق من العدالة الخارجية الداخلية، طبعا حتى التنمية المحلية، حتى أول مرة نسمع مثلا البيئة، كذلك اتفاق تقريبا 27 اللي هو طبعا خريطة الطريق لمرحلة واحدة أخرى، طبعا لتكامل اقتصادي، لتكامل اجتماعي، لتكامل سياسي، راح نشوفه طبعا في المراحل الجاية. ولكن ممكن نسمع قال ما عندناش فكرة بالنسبة لنوعية البروتوكول، هذا إشكالية، لأنه تقريبا هذه الخطوط العريضة للعملية يمكن في المراحل الجاية إيجاد طبعا حلول بالنسبة لهذه البروتوكولات وتأطير هذه العملية في المراحل القادمة من خلال طبعا عدة مقترحات عملية، من خلال
التبادل طبعا، لأنه شفنا بكل صراحة المراحل السابقة أرقام طبعا بسيطة مقارنة مع خلينا نقول لك مع التكاثف مع طبعا الأمور السياسية بلغة الأرقام. أستاذ وليد غرسي، حجم المبادلات بين الجزائر وتونس بلغت في 2020 حوالي 1.3 مليار دولار. نعم 1.3 موجودة مرتبطة ما بين تقريبا كل صادرات الجزائر كاين موارد طاقة اللي هي طبعا الغاز وطبعا البترول ومشتقات البترول، وطبعا حتى بالنسبة لي تونس كان تقريبا حوالي 300 دولار مرتبطة بأمور ميكانيكية وأمور طبعا، ولكن الفكرة فقط كنا نمارس التجارة ما بين الطرفين. لا نظن لما نشوف البروتوكولات اليوم ارتقينا إلى مستوى آخر، هو كيفية إدراج طبعا تكتل اقتصادي في المراحل القادمة من خلال طبعا، وأهم نقطة هي طبعا الولايات طبعا الحدوديه. نعم. وترقيه الولايات الحدودية. نعم. من خلال ازاله المشاكل والعراقيل البيروقراطيه اللي كانت في المراحل السابقه. هنا نحكي على استثمارات اللي ممكن تتميز بها طبعا تونس، وطبعا لانه علاش من خلال النقاط الاساسيه ومن خلال القطاعات اللي تميز بها تونس. نعم. من خلال المقومات الاقتصادية اللي موجودة في الجزائر وموجودة في تونس طبعا تختلف تماما، معناتها اللي تتميز بتونس طبعا لا تتميز بها الجزائر، وهذا ما يعطينا التكامل الاقتصادي في المراحل. هو تكامل استراتيجي. نعم. نعم التكامل استراتيجي لما نحكي على مثلا القطاعات اللي موجودة في الجزائر، موارد الطاقة اللي موجودة في الجزائر غير موجودة مثلا في تونس. نعم. ولكن لما نحكي على الصناعات المؤسسات الصغيرة في تونس متطورة جدا. لما نحكي على صناعة طبعا الناشئة كذلك، لما نحكي على طبعا تعطير خاصة لأن إشكالية بالنسبة لي تبسة مثلا الفوسفات بالنسبة لهم تطور كبير فيما يخص العملية، معناتها حتى في الجانب العلمي بكل صراحة. نعم. حتى في الجانب التكنولوجي والعلمي وطريقة تسييرهم خاصة، لأنه ما نقولش أنه كيفية تحويل قطاع السياحة بالنسبة للجزائر، كيفية تحويل وتسويق طبعا وتأطير المنظومة، كيف يمكن أنه هذه المنظومة الفكر اللي موجود التسويقي كيف يمكن أنه إمكانيات في الجزائر موجودة في الجانب هذا، كيف يمكن أنه حتى الاستثمارات طبعا لازم تكون بشكل متقارب بين الجزائر وطبعا تونس في المراحل القادمة. جيد، أعود إليك دكتور خالد عبيد. أذكر أنتم معنا عبر تقنية إسكيب من تونس، كنا نتحدث عن تحقيق هذا التكامل الاستراتيجي والاندماج وهذا الأفقي الذي وصف في هذا الإعلان، إعلان قرطاج، أنهم آفاق أوسع وأرحب. بالنسبة إليكم كيف يمكن تحقيق هذا في الميدان أستاذ خالد عبيد؟ هو يمكن تحقيق هذا في الميدان من خلال محاولة ترجمتها على أرض الواقع، وذلك صحيح هذه هناك العديد من القرارات والبروتوكولات التي تمت المصادقة عليها، وهذه تتطلب تجسيمها، ولتجسيمها من الضروري القيام بعدة اجتماعات بين الطرفين، اجتماعات تمهيدية من أجل ترجمة هذه الاتفاقيات وتجسيدها على أرض الواقع، وهذا يتطلب مثل ما ذكرت الاجتماعات التمهيدية، كما يتطلب خاصة أن تكون هناك رغبة حقيقية لدى كل من سيقوم بتطبيق وبتسييب هذه البروتوكولات. نحن نعرف أن الإدارة دائما بطريقة أو بأخرى هي تحاول تمرير هذا الاتفاق. لا. وكم من اتفاقات سبق أن تم الإمضاء عليها لكنها لم ترى النور في بلدان عدة. نرجو صراحة وحقيقة أن باعتبار أن هناك رغبة حقيقية لدى قيادة البلدين من أجل المضي قدما في تنفيذ كل هذه البروتوكولات، نرجو حقيقة من كافة المسؤولين في البلدين أن يجسموا ذلك فعلا، وهذا التجسيم يكون من خلال محاولة أن تصبح هذه البروتوكولات نافذة في أقرب وقت ممكن، والرهان يكمن في هذا، لأنه دائما نحن تعودنا في كل البلدان العربية دائما تعودنا على أساس أن البروتوكولات تمضى والاتفاقيات تعقد ولكن لا تنفذ على أرض الواقع، ولهذا اعتقادي أن الرهان هنا كبير
باعتبار أننا رأينا مدى قيادة البلدين الرئيسين تبون وكذلك رئيس قيس سعيد رغبة وصادقة، وشعرنا بذلك من خلال حتى ملامح وجهيهما رغبة صادقة في أن يقع الدفع إلى الأمام من أجل تجسيم ما تم ذكره خاصة على المستوى الاندماجي وعلى مستوى التكامل الاقتصادي وفي باقي المجالات الأخرى. ولهذا ليس الرهان فقط بل المسؤولية كبيرة جدا، لأنه إن لا قدر الله لم يقع تجسيم هذه الاتفاقيات فإن ذلك قد يفتح ثغرة كي يبين ويدلل من خلالها أعداء الدولتين على أن كله مجرد كلام وليس فعلا. جيد أستاذ رشيد علوش، بالنسبة إليكم تحقيق هذا التكامل الاستراتيجي والمندمج ما لدى يعنيه بالنسبة إليكم أستاذ علوش؟ هو يعني لو نعود أو ننظر إلى الدوائر الجيوسياسية للأمن القومي بالنسبة للدولتين، الجزائر في الدوائر الجيوسياسية للأمن القومي الجزائري تنطلق بداية من أنها في الدائرة المغاربية، الدائرة الإفريقية، الدائرة المتوسطية، ولكن أيضا الدائرة العربية. بالنسبة لتونس أيضا هناك الدائرة المتوسطية، الدائرة الإفريقية والدائرة العربية، وبالتالي نحن مشتركان في مجمل الدوائر الاستراتيجية للأمن القومي الجزائري سواء الجزائري أو حتى التونسي. وأيضا التحديات الأمنية المشتركة بين الدولتين سواء على الحدود مع ليبيا أو القادمة من منطقة الساحل الإفريقي التي تعمل الآن العديد من شبكات الجريمة المنظمة على فتح وشق مسار جديد أو خط جديد للجريمة المنظمة ولتهريب الأسلحة والمخدرات انطلاقا من الساحل وصولا للجانب الليبي إلى الجنوب الليبي، وصولا أيضا إلى الحدود الجزائرية التونسية ومن ثم إلى الداخل التونسي أو حتى الداخل الجزائري، الأمر الذي سيهدد أمن الدولتين من ناحية. ومن الناحية الأخرى باعتبار أنه صانع القرار الجزائري سواء السياسي العسكري الأمني دائما ما ينظر إلى تونس على أنها دولة محورية بالنسبة للأمن القومي الجزائري، يعني أم تونس هو أمن بالدرجة الأولى. حتى بالنسبة للأمن الصحي لو نعود إلى السابقة فيما يتعلق بالأمن الصحي، تقديمنا أو تقاسمنا للقاحات وتقاسمنا أيضا للأكسجين ليس فقط اعتباطيا أو صدقة جاريا من طرف الجزائر، وإنما هو لأمن الدولتين فيما يتعلق بالأمن الصحي. هذا الأمر يجسد الرؤية والنظرة الاستراتيجية بالنسبة للعلاقات الجزائرية التونسية من ناحية الأبعاد الأمنية. أما من ناحية ربما ما تم الاتفاق عليه من الجوانب والأبعاد الاقتصادية خاصة مع حجم الاتفاقية التي تم التوقيع عليها والتركيز أيضا على جزئية المناطق الحدودية، لأنه فيما سبق كان هناك توقيع للعديد من الاتفاقيات على مستوى تنمية المناطق الحدودية، وتم أيضا إنشاء اتفاقية توأمة بين الولايات الحدودية الجزائرية وحتى التونسية، كان هناك أيضا اتفاق على بناء مصانع على مستوى الحدود. ولكن السؤال المطروح، هل يمكن لهذه التوأمة أو يمكن للمشاريع الاستثمارية على مستوى المناطق الحدودية أن تجلب المجتمع أو ساكنة المناطق الحدودية من الإنغماس أو الإنضواء تحت لواء عناصر الجريمة المنظمة وجيوب المجموعات الإرهابية التي ما زالت ناشطة إلى حد الآن سواء على مستوى الحدود الجزائرية الليبية التونسية ولكن أيضا على مستوى منطقة جبل الشعبي؟ لذلك التهديد الأمني كبير. الأدهى من ذلك هو أنه الآن يجب أن نتكلم بصراحة، هناك أمر خطير جدا يتم التحضير له على مستوى منطقة المغرب العربي وبالتحديد في تونس. كان ربما كان هناك حديث في هذا السياق نظرا لأنه الزيارة كانت على أعلى مستوى بمرافقة الوفود الأمنية إلى بين الدولتين، ربما كان تم عقد اجتماعات بين الطرفين فيما يتم التحضير له لإعادة المقاتلين الأجانب الذين كانوا منضوين تحت لواء الدولة الإسلامية أو ما يعرف بتنظيم داعش في العراق وسوريا، يناهزون أو يصلون إلى 4000 مقاتل أو إرهابي متواجدين في المنطقة. الآن الدول الغربية أو التحالف المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية يصل عدده إلى 89 دولة، تضغط الآن على تونس لاستقبال هؤلاء المقاتلين بأطفالهم بعوائلهم، الأمر الذي يعتبر تهديد كبير جدا لأن البيئة لإعادة بعث النشاط الإرهابي في المنطقة سواء في تونس أو حتى في ليبيا أو في منطقة الساحل الإفريقي ما زالت متوفرة، وبالتالي هذا الأمر يعتبر تهديد. الجزائر رفضت هذا الأمر بالمطلق لأنه لا يتم بأي حال من الأحوال استقبال مقاتلين واستقبال إرهابيين في منطقة بدون التثبت من هويتهم والتثبت من جنسيتهم. سأعود لك أستاذ خالد في نفس النقطة حتى نشرك معنا الأستاذ خالد عبيد، هذه أفاق هذه الزيارة من الجانب الأمني كيف تقرأونها أستاذ خالد عبيد؟ نقرأها
على أساس أنه سيقع مزيد التكريس هذا التعاون الأمني والاستخباراتي. نعم. نحن رأينا كيف أن الجزائر خلال العشرية الفارطة كيف حمت تونس، حمت ظهر تونس وأعانت تونس في العديد من التدخلات التي قامت بها على المستوى الاستخباراتي والأمني، وحتى عندما كانت القوات الأمنية والعسكرية التونسية تتعاقب حلول الإرهابيين كنا نرى كيف أن الجيش الجزائري يمتد على كامل الحدود التونسية الجزائرية. نعم. وذلك لمنع إمكانية فرار هؤلاء الإرهابيين، وذلك حتى يكونوا بين فكي كماشة الجيش التونسي والجيش الجزائري. ونحن يجب أن ندرك أن صحيح أن هناك رغبة جزائرية، باعتبار هذه الرغبة لماذا هي موجودة بالذات؟ باعتبار أن الجزائر تعتبر تونس هي جزء من أمنها القومي، كما أن تونس تعتبر الجزائر جزء من أمنها القومي، فتونس هي ظهير الجزائر، والجزائر أيضا هي عمق تونس. ولهذا السبب نفهم لماذا هناك رغبة أكيدة في أن يكون هناك استقرار داخلي تونسي كما جزائري، بالنظر إلى أن أي إمكانية لزعزعة الاستقرار في أحد البلدين إنما ستكون له ارتدادات بالتأكيد مباشرة على البلد الآخر. هذا أولا. وثانيا، هذه الرغبة الجزائرية في الوقوف إلى جانب تونس في هذا التوجه ومد تونس بالخبرة الجزائرية الكبيرة جدا في مقاومة الإرهاب، إنما هو تواصل للجسور التعاون الوثيق التي كانت موجودة بين الشعبين. نحن نعرف كيف أن تونس خلال المحنة التي تعرضت إليها الجزائر، أبان الاستعمار الفرنسي للجزائر وخاصة خلال الثورة التحريرية، كيف أن تونس فتحت ذراعيها وأحضانها للأشقاء الجزائريين وتكبدت من أجل ذلك العديد من الخسائر وامتزج الدم التونسي والجزائري. وهذا هذه النقطة بالذات هي واجب تونسي كان تجاه الأشقاء الجزائريين. نعم. وأعتقد أن ذات الشعور يبادله الجزائريون تجاه تونس، وحتى هذا التعاون الأمني ومحاولة إعانة تونس في مكافحة الإرهاب وصد وعدوى وصد إمكانية انتشاره في تونس، إنما يرجع إلى أن الجزائر تشعر بأن هناك ربما نوع من الدين التوني من الدين تجاه تونس، وتونس تشعر بذات الشعور. جيد. أستاذ الوالي تغرسي، حتى نعطي لي الجانب الاقتصادي حقه، شهدنا كما قلت منذ قليل التوقيع على عديد البروتوكولات وعديد الاتفاقيات. لا ننسى أن رئيس الجمهورية خلال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي قال إن سنة 2022 ستكون سنة هيكلية صناعية اقتصادية بامتياز. إلى أي مدى يمكن لاتفاقيات مثل هذه أن تحقق هذه القفزة التي يربو إليها رئيس الجمهورية في سنة 2022 أستاذ تغارسي؟ نعم، أكيد خاصة من الإصلاحات اللي ممكن نشوفها والورشة بالنسبة للإصلاحات، خلينا نقول الإصلاحات القانونية وطبعا الهيكلية بالنسبة للاقتصاد الوطني. ومنها طبعا شفنا أنه كلمة مندمج ومتكامل موجودة بكثرة فيما يخص العملية، معناتها حتى في التحدي الاقتصادي يحكي على منظومة، طبعا منظومة مش شركة ولكن وحدة في المراحل القادمة بين الجزائر وتونس، طبعا مندمجة متكاملة قابلة للتطوير الاقتصادي، لأنه بمنطق دائما رابح بطبيعة أكيد الحال. أكيد لأن هذا هو الهدف. الهدف أنه أنا قلت لك قبل نحكي على مقومات بالنسبة لاقتصاد الجزائر، مقومات بالنسبة لاقتصاد تونس. وأنا خليني أقول لك من بين النقاط اللي تعجبني في تونس، هو طبعا جميلة جدا، هو قضية الرقم. أنا مثلا معناتها يمكن أنه نحول تكنولوجيا من بلد، طبعا من بلد صديق وأخ بالنسبة لتونس، عوضا نحول تكنولوجيا من مناطق واحدة أخرى. هنا نحكي على من بين نقاط لتنمية مثلا المناطق الحدودية، خلق مناطق حرة، هذا هو الهدف، أنه خلق مناطق حرة لتستفاد منها طبعا الجالية كلها الجزائرية، وكذلك طبعا يستفاد منها كذلك تونسيين من الطرف الآخر. هنا نحكي أنه لازم تكون عملية متكاملة في المراحل القادمة لبناء طبعا نشاط وطبعا نماذج اقتصادية موحدة. ما بقاتش
لانه علاش مثلا استاذ بس اذا سمحتم الى اي مدى مثلا يمكن توحيد جهود المصدرين الجزائريين والتونسيين للدخول الى الاسواق الافريقيه ما دون نتحدث كثيرا على هذه النقطه استاذ وليدي غرسي؟ والله شوف الفكر انا قلت لك شوف هناك طبعا منظومه او لما نحكي على مقومات اقتصاد بالنسبه لتونس مختلف تماما، لانه احنا بالنسبه للجزائر عندنا موارد كبيرة اللي ما عندهاش تونس، موارد طاقوية، موارد في الغاز، موارد منجمية كبيرة في الجزائر. ولكن خلينا نحكو التقنيات بالنسبة لي تونس موجودة في عملية التصدير، في عملية التجارة الخارجية، في عملية رقمنة كذلك بالنسبة لكل القطاعات الاقتصادية. حتى لما تشوف في إفريقيا منتها بنوك تونسية موجودة، حتى في طبعا في إفريقيا في أنم واحدة أخرى. ضروري أنه نستفاد من تحويل هذا التكنولوجيا في المراحل القادمة. بالمقابل طبعا يجب طبعا كذلك بالنسبة للجزائر إيجاد مجال لتوحيد الاستثمار بالنسبة لما نقول، لأنه الاستثمار مش الاستثمار في الجزائر، مش الاستثمار في استثمار مندمج اللي يحقق طبعا الفائدة بكل صراحة، لازم يحقق الفائدة لتونس وللجزائر. هنا نحكي على طبعا في قطاع مثلا قطاع السيد البحري، لما نحكو على تونس طبعا تونس قوية فيما يخص هذا المجال. لما نحكو في قطاع السياحة كيفية تحويل طبعا الامتيازات اللي متحققة واللي متطورة خاصة في تونس. لما نشوف تونس وسياحة في تونس متفوقة على حتى على أوروبا، هذه الإشكال كيفية تحويل هذه التكنولوجيا اللي عندها قيمة رقمية بالنسبة لنا اللي تفقد أو في الجزائر تحتاج إلى منظومة جديدة، وخاصة لازم نوفر طبعا الإصلاحات. السيد رئيس الجمهورية كان حكى لنا نقطة مهمة، وراح نخلق ورشة من الإصلاحات طبعا خلينا نقول الإصلاحات المالية وغير المالية في المراحل القادمة. وضرورة أنه لما نشوف 27 بروتوكول جميل جدا، ولكن لازم نفعل هذه البروتوكولات، لازم نسرع في العملية لتحقيق جيد. سعود إليك أستاذ تغرسي. أستاذ رشيد علوش، ما دمنا تحدثنا عن التحديات الأمنية والإقليمية، الملف الليبي هاجس يشغل البلدين، ما دام أن البلدين لديهم حدود مع الشقيقة ليبيا، هناك توافق في الرؤى ما بين على محور الجزائر تونس. اليوم الرئيسين متفقان على أن الحل يجب أن يكون ليبيا أستاذ رشيد علوش. دائما وكانت الأزمة الليبية كانت على رأس الأولويات بالنسبة فيما يتعلق بملفات الخارجية التي تم تناولها في الزيارة، باعتبار أنه لا يفصلنا إلا 8 أيام عن موعد 24 ديسمبر الذي تم إخراجه من طرف الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات. هل يمكن الآن إجراء هذه الانتخابات؟ لو نعود إلى خلفية التنسيق الجزائري التونسي لحل الأزمة الليبية، منذ 2011 كانت هناك نظرة جزائرية مصرة على أن التدخل العسكري لا يمكن أبدا أن يؤدي إلى حل الأزمة الليبية، ولا يمكن أيضا أن يعيد بناء الدولة الليبية، وبالتالي فمن الأفضل أن يترك شأن الليبيين فيما بينهم يحلون مشاكلهم بنفسهم، لأنهم يعرفون خصوصية دولتهم ويعرفون أيضا خصوصية المجتمع الليبي القبلي بالأساس. هذا الأمر بتوافق مع الدولة التونسية، وتم عن طريق هذا الاستشراف في تلك الفترة إخراج وتأسيس آلية دول جوار ليبيا في الجزائر على هامش قمة دول عدم الانحياز. الجزائر، مصر، تونس. الجزائر كانت ترأس الملف الأمني، مصر الملف السياسي، تونس كانت ترأس رفع التوصيات فيما بينهما إلى المؤسسات والمنظمات الدولية. وتم عقد العديد من الجلسات في إطار هذه الآلية. تم الآلية أو الاجتماع الناجح الذي تم عقده في الجزائر منذ أشهر في سبتمبر الفارط، أين تم تقديم حلول حقيقية واقعية للخروج من الأزمة الليبية بتوافق بداية دول الجوار مجملها، واجتمعت في الجزائر بحضور ليبي لأول مرة في الجزائر ممثلا في وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش. تم التوافق على أهم الملفات بداية بإخراج المرتزقة ومن ثم إجراء انتخابات، وبالتالي الشروع في إعادة بناء الدولة الليبية. ولكن الإشكالية هو أن هناك الآن عدم قبول أو نوع من التنافس بين
الدول المنخرطة والمتورطة في الأزمة الليبية منذ 2011، تصر على أهمية حفظ مصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب الليبي، ولكن أيضا على حساب مصلحة دول جوار ليبيا ومن بينهم الجزائر وتونس، لأنه ملف المرتزقة الآن يبقى خلافيا، يبقى معقدا. الجزائر وتونس تفريضان في هذا الرؤية، وتم الحديث عن هذه الجزئية في الندوة الصحفية التي عقدها الرئيسين بالأمس، أنه يجب إخراج المرتزقة بشكل متوازي ومتوازن، هو نقطة البداية لحل الأزمة الليبية. يتم التخلص من المرتزقة ومن قوات الأجنبية أيضا طبعا، يعني المرتزقة بداية الذين تم زجهم في الحرب أو في الأزمة الليبية لحساب أطراف خارجية أو لحروب بالوكالة، ولكن أيضا لا ننسى أن هناك قوات أجنبية تمثل دول وتمثل حكومات في سواء في الشرق أو في الجنوب أو حتى في الغرب، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لو ننظر إلى التوافق الحاصل على مستوى الرؤية الجزائرية والتونسية فيما يتعلق بالأزمة الليبية، ليس فقط بين الدولتين، وهذا تم أيضا التأكيد عليه في إعلان قرطاج. لو نقرأ الفقرة الثالثة كلمة بكلمة أو ما يجمع التحضير لبنائه من تكتل إقليمي جديد، هو أنه يتم التنسيق على مستوى المنظمات الدولية، المؤسسات الدولية، سواء جميع الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، ولكن أيضا الأمم المتحدة، أو حتى على مستوى الندوات التي يتم عقدها واستضافتها لحل الأزمة الليبية أو لحل أي أزمة هم أمن الدولتين. هذا الأمر يعتبر مركزي لحل الأزمة فيما مضى. يعني هناك العديد من الأطراف أو الدول التي حاولت التقليل من دور تونس، الأمر الذي يعتبر إضعاف للدور الجزائري على مستوى المنظمات الدولية، وبالتالي عودة تونس أو إعادة بناء الدولة في تونس، إعادة ترتيبات فيما بين الإخوة والأشقاء التونسيين، يعتبر كتقوية بداية للجزائر وأيضا للعلاقات التونسية الجزائرية، وأيضا للعلاقات على في مجمل المنطقة الإقليمية، منطقة المغرب العربي، ولكن أيضا منطقة الساحل الإفريقي، لأنه الآن لا يمكن فقط أخي سيد أحمد لا يمكن أن نتحدث عن منطقة المغرب العربي مفصولة عن منطقة الساحل الإفريقي، باعتبار أنه أصبح التأثير والتأثر متطابق بين المنطقتين. جيد أستاذ خالد عبيد، حسب الأستاذ رشيد علوش هناك دائما تطابق وهناك أيضا تنسيق ما بين الجزائر وتونس في الملف الليبي وحتى في ملف الساحل. الآن إلى أي مدى أو كيف يمكن فرض هذا التنسيق وهذا التطابق في المستقبل، في التحديات المستقبلية الخاصة بملف ليبيا أستاذ خالد عبيد؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال أن يكون هناك التنسيق بين الدولتين في اتخاذ نفس الموقف خلال أي مؤتمر يعقد، سواء مؤتمر إقليمي أو دولي خاص في ليبيا، خاصة إذا لم يتمكن الأشقاء الليبيين من أن يقوموا بانتخابات رئاسية، وهذا ما يعني أن ليبيا قد تدخل في دوامة أخرى من الفوضى التي كانت تعيشها وما زال بعضها إلى حد الآن، تداعياته إلى حد الآن. وضرورة توحيد الموقف بين تونس والجزائر هو أمر حيوي للدولتين، لأنه لا مناص من ذلك. نحن نعرف أن مثل ما ذكرنا أن تونس والجزائر هما يمثلان عمقا أمنيا لبعضهما البعض، إلا أن ليبيا تمثل العمق الاستراتيجي لكلا الدولتين، باعتبار أن كل من تونس والجزائر لديهما حدود مشتركة مع ليبيا وحتى حدود ثلاثية، والخطر إن هناك خطر فإنه يأتي إن تواصلت الفوضى في ليبيا ولم يتمكن الأشقاء الليبيون من أن يخرجوا من الدوامة التي يعيشونها، فإن الخطر سيأتي بالتأكيد في ليبيا، مثل ما حدث في عملية عين أميناس الإرهابية في جانفي 2018 في الجزائر، وأيضا عملية التسلل التي حدثت في تونس الإرهابية في 2016 في مدينة بنكردان. هذا يدفع بطريقة أو بأخرى إلى ضرورة أن يتوحد الموقف التونسي والجزائري، خاصة أن هناك بعض الأطراف الإقليمية التي تريد أن يكون لها موطئ قدم في ليبيا، ولا يهمها المصالح الدولتين تونس والجزائر قدر ما تهمها مصالحها داخل ليبيا في فترة ما بعد نهاية الفوضى. أستاذ خالد عبيد، كيف يمكن أن يؤثر التوتر في ليبيا على الدولتين، سواء على تونس أو حتى على الجزائر؟ حتى الرئيس قيس سعيد كان واضحا قال هناك نية لتقسيم ليبيا، وهذا ما قد يؤثر على البلدين أستاذ خالد عبيد. هو فعلا النية لتقسيم ليبيا هي موجودة وقد طرحت في الكواليس. الدول التي تهتم بليبيا وفي ثروات ليبيا، بالنظر إلى أنها لديها تدرك بأن ليبيا هي السبقة
وأن كانت مقسمة من قبل وسبق، وأنه حتى خلال فترة ما بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق جغرافية وفي نفس الوقت سكانية، وهي منطقة طرابلس الغرب ومنطقة سبها وتزان. المشكلة فيما تطرح بأنه في تمكنت ليبيا من أن تتجاوز هذه التقسيمات من خلال وجود العائلة السنوسية التي تمكنت من توحيد ليبيا، وتواصل هذا التوحيد إلى حد ما بعد نهاية العقيد القذافي. لكن المشكلة أن هناك بعض الدول التي تريد أن تستغل هذه الإمكانية في أن يقع الانقسام بين الشقاء الليبيين، كي تحاول من خلالها أن تخترق ليبيا وتتمكن من أن تحمي مصالحها. هناك دول عدة طامعة في ليبيا، وكل دولة لها مصالحها في ليبيا، قد تتفق يوما ما على أساس ضرورة تقسيم ليبيا. وهذا الأمر بالذات لا يمكن قبوله بالنسبة لتونس، ولا يمكن قبوله بالنسبة للجزائر، لأن هذه مسائل تقسيم الوطن العربي والدول العربية هي مسألة مطروحة منذ عقود، وطرحت خاصة بعد غزو العراق، وكيف أنه تم، حتى نحن نعرف أن بعض الصحف الأمريكية نشرت بعد ما يسمى بالربيع العربي حتى خرائط تقسيم للدول العربية، الدول العربية قسمت. نعم جيد. أستاذ خالد عبيد، لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، أردت إشراككم في قضية مهمة جدا، وهي اليوم كيف ترى تونس وما هي طموحات تونس لقمة جامعة الدول العربية التي ستحتضنها الجزائر شهر مارس الداخل؟ أستاذ خالد عبيد، تونس تريد أن ستعطي المشعل إلى شقيقتها الجزائر. نعم. في هذه القمة العربية، ونرجو أن تتمكن هذه القمة العربية من أن تتجاوز الخلافات العربية، وخاصة من أن ترجع الأمور كما كانت، وترجع سوريا إلى الحضن العربي مرة أخرى. فيكفي استبعاد سوريا، ويكفي ما يحدث من محاولة اختراق الأمن القومي العربي، لأن عملية الاختراق إن تواصلت فإن تداعياتها ستكون على الجميع، ولن تكون مقتصرة على دولة دون أخرى. شكرا لكم الأستاذ خالد عبيد الأكاديمي المختص بشؤون السياسية، كنت معنا على المباشر من العاصمة التونسية تونس. أستاذ الهواري تغرسي، اليوم هذا التكامل الاستراتيجي وهذا الاندماج أيضا كيف يمكن أن يتحقق في ظل دائما انهيار اقتصاد عالمي؟ أستاذ الهواري تغرسي، التحدي كبير جدا، شاهدنا ما قام وما عملته جائحة كورونا في أكبر اقتصاديات العالم التي انهارت. اليوم هذا التنسيق الثنائي الجزائري التونسي إن تحقق في الميدان في شقه الاقتصادي، كيف يمكن أن ربما يتموضع في ظل هذا الانهيار الاقتصادي العالمي؟ أستاذ، نعم، لما نشوف أنه التحدي خاصة في المراحل الجاية اللي هو تحديات أمنية، تحديات اقتصادية، نعم، تحديات اجتماعية، تحديات صحية، هذا هو المطلوب. أنه لما نشوف 27 بروتوكول اليوم، أنه من بين طبعا البروتوكول المهم هو الجانب الصحي، كذلك كيفية ترقية وتطوير الجانب الصحي في المراحل القادمة. نعم. خلينا نحكي أنه تحديات راح تكون مندمجة كذلك بالنسبة لتونس والجزائر، عوضا باش تكون الجزائر، تحديات موجودة في تقريبا في كل العالم بالنسبة لي. ولكن السيد الرئيس الجمهورية قال كلمة اليوم جميلة جدا، قال لك نحن صامدون رغم أنه المشاكل موجودة، ولكن ما كانش خيار هو كيفية رفع التحدي من خلال طبعا تنظيم وإصلاح وطبعا استثمار وكذا. لأنه علاش بكل صراحة بالنسبة للجزائر مثلا الطاقات الغير مشغلة تقريبا تماما 80% من الاقتصاد الوطني غير مشغل. نعم. حتى بالنسبة لتونس هناك بعض القطاعات اللي ممكن الجزائر عندها تجربة في هذه العملية والعملية، وبالنسبة لتونس كذلك متطورة في كثير من المجالات. ننظر العمل المتكامل المندمج في المراحل القادمة، والذي طبعا لازم يكون فعال من خلال طبعا تفعيل هذه الاتفاقيات. نعم. وطبعا الحصول على مخرجات بالنسبة للمنظومة الاقتصادية بصفة عامة. هنا نحكي بكل صراحة ما هي القطاعات الاقتصادية اللي يمكن أن نحقق فيها طبعا توازن، ما هي الاقتصاد، ما هي المقومات الاقتصادية بالنسبة لتونس، ماذا يمكن أن تونس تقدم، ماذا يمكن أنه بكل صراحة. أنا شفنا اتفاقية جميلة جدا، ولكن
تفعيلها تطبيقها، وطبعا الخروج في عاجلا بإجراءات عملية اقتصادية. طبعا راح نشوفه من خلال تعاون. إذا سمحت الآن، تنمية المناطق الحدودية كيف يمكن أن يساهم في أن تكون هناك قفزة اقتصادية وحتى اجتماعية، ربما تحقيق أيضا مناعة أمنية سنتحدث عنها بعد قليل أستاذ هوريتي غرسي، من الجانب الاقتصادي والاجتماعي تنمية هذه المناطق الحدودية ما هو أثاره اليوم أستاذ؟ لا، شوف، الحل الوحيد هو الموجود في المناطق الحدودية، هو طبعا مناطق نقدر نقول مناطق حدودية، ولكن لازم نقول أنه هذه المناطق تخدم ولازم تكون مناطق بامتياز، وين طبعا تمارس حرية التجارة فيما يخص العملية، تكون طبعا مناطق زون فرانش في الحالة هذه، أنت مناطق. وطبعا كان هناك اتفاقيات في المرحلة السابقة، ولكن ما قدرناش نفعل الاتفاقيات نظرا للبيروقراطية اللي كانت موجودة بالنسبة لهذه الولايات، بالنسبة للحدود اللي موجودة، بالنسبة للتعامل الجزائري بطريقة، والتعامل التونسي كيف كان في المراحل السابقة. إذا خلينا وخلقنا مناطق حرة ويمكن استثمار طبعا بنفس الطريقة اللي قلنا أنه صرفنا مليار دولار طبعا بالنسبة لخنجلة، يمكن طبعا المناطق الحدودية نخلق استثمار منتج بالنسبة لي طبعا تونس والجزائر، وممكن كذلك على المناطق الحدودية طبعا المقابلة للبحر كذلك مناطق حدودية اللي ممكن مناطق حرة طبعا تسوق منتوج مشترك إلى طبعا دول أخرى. إذن لازم الاستثمارات، ولكن بتكون بتحفيزات للطرفين. هنا نحكو على مناطق حرة، ولكن المناطق حرة لازم نطبق المنظومة بصفة عامة اللي يمكن أنه تخلق ثروة بالنسبة للجزائري وبالنسبة طبعا التونسي، وطبعا تخلق عمالة وتخلق حركية في هذه الحدود. جيد أستاذ، تنمية المناطق الحدودية هي أيضا صمام أمان أمني أستاذ رشيد علوش. طبعا يعني طبعا يعني هو دائما ما يتم طرح هذه الرؤية وفق مقاربتين، ويتم صياغة العنوان وفق المناطق الحدودية بين المقاربة الأمنية والضرورات الاقتصادية. أنك تنمي المناطق الحدودية يعني أنك توفر الأمن في المناطق، باعتبار أنه أهم المناطق التي تغذي الجماعات الجريمة المنظمة وتعتاش عليها أيضا الجماعات الإرهابية المناطق الحدودية. لو نذهب إلى منطقة ساحل إفريقيا على مستوى المثلث الحدودي، النيجر تشاد مالي الآن أصبحت بؤرة، النيجر تشاد، النيجر بوركينا فاسو مالي، في منطقة ليبتاكو غورما، كل المجموعات العمليات العسكريه الامم المتحده الاتحاد الاوروبي الاتحاد الافريقي متواجدين، ولكن لم يستطيعوا القضاء على التهديد الارهابي في تلك المنطقه. كيف يتم القضاء على هذا التهديد الارهابي؟ بتنميه تلك المناطق، توفير ما يحتاجه ساكنة تلك المناطق، لانه في المناطق الحدوديه عندما تذهب الى ولايه الكاف التونسيه او سوق راس الجزائريه هناك ثقافه مشتركه، هناك ايضا نمط عيش مشترك بين الولايتين، وبالتالي انك تخلق تنميه في تلك المنطقه بما توافق مع احتياجات ساكنة الولايتين، أنك تمنع شباب تلك المنطقة من الانغماس أو الانضواء تحت لواء جماعات الجريمة المنظمة وحتى الجماعات الإرهابية، لأنه في البداية يبدأ الأمر بتجنيد من الدرجات الدنيا، وبالتالي يرتفع السقف، يقول لك سنمرر سلع غذائية وفقط، يتم دس ربما المخدرات في تلك السلع الغذائية، يتم الوصول أيضا إلى تهريب السلاح، ومن ثم التورط مع الجماعات الإرهابية. هذا الأمر يهدد حتى يهدد أمن الدولتين، يهدد ساكنة المناطق الحدودية، وبالتالي الرهان هو تنمية تلك المناطق الحدودية بإقامة أيضا مشاريع تنموية مثل ما ذكر الأستاذ منذ قليل. يتم أيضا التركيز على فتح سكك حديدية بين الولايتين، يتم أيضا بفتح الطرق بين الولايتين ذهابا وإيابا بين الجزائر وتونس، يتم أيضا بفتح مصانع في عبر الحدود، عبر الشريط الحدودي الجزائري التونسي، وتشغيل ساكنتي المناطق الحدودية، رغم أن البيئة المردودية ستكون ضعيفة في البداية، ولكنها ستوفر مناعة أمنية على المدى المتوسط والبعيد. طبعا جيد أستاذ رشيد علوش، نقطة أو محور مهم جدا وخاص بالجالية الجزائرية المقيمة في تونس، أين خص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أبناء الجالية في الشقيقة تونس بزيارة، أين وضح رئيس الجمهورية للجالية عديد النقاط التي
تهمهم بما فيها بناء مع بعض مستقبل واضح لاندماج الشعبين تكون فيه المعادلة معادلة رابح ما بين البلدين. وأكد رئيس الجمهورية أنه وجه تعليمات من ضرورة فتح قنوات تواصل وخط أخضر ما بين الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في كل الدول من أجل طرح الجالية لانشغالاتها. نتابع تصريح السيد رئيس الجمهورية. من هذا اللقاء اللي نتوج به زيارة إلى شقيقة تونس، وأعلم أن رغم أنكم في بلدكم الثاني في دولة تونس الشقيقة، إلا أن شعور بالغربة موجود كذلك، ولذا نتمنى لكم إن شاء الله أن الإقامة تاعكم تكون بشكل يخليكم تتقاربوا مع الشعب التونسي ومع في أحضان الدولة التونسية، نظرا لما نسعى إليه جميعا احنا والدولة التونسية إلى تقارب أكثر لشعبينا الجزائري من جهة والتونسي من جهة، ونبني مع بعض مستقبل واحد لخلي الشعوب شعبين يندمجوا في بعضهم بعض ويعيشوا في رفاه وفي حرية كاملة في الوطن لهم فيه، وكذلك تكون لهم الحماية كافية من الدولة التونسية ومن الدولة الجزائرية. وأنا كنت سديت تعليمات للسادة السفراء كلهم أن في كل البلدان اللي فيهم جالية جزائرية قوية بتعداد قوي لابد من فتح قنوات تواصل مع بين السفارة والقنصليات والمواطنين، خط أخضر ليخلي المواطن الجزائري أينما كان أينما حل يكون في حالة ما يكون فيه تعسف إداري، في حالة ما يكون فيه تعسف ليؤدي ربما إلى حرمانه من حقوقه البسيطة يعني في الكسمون، يتصل بالسفارة، وكل سفارة مفروض عليها أنها توظف العدد نتاع المحامين الكافي اللي هما يقوموا بالدفاع على الجالية الجزائرية نتاعنا. وكنت أقصد بها ليست الدول الشقيقة، ولكن أقصد بها الدول الأوروبية اللي في بعض الأحيان فيه نوع من التعسف بالنسبة للجالية نتاعنا. إذن كان هذا جانب من لقاء السيد رئيس الجمهورية مع أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في تونس، أين أنصت واستمع لانشغالتهم وتفاعل معهم. أستاذ هوري تغرسي، الجالية اليوم لديها أيضا مسؤولية ويمكنها هي أيضا أن تشارك في هذا الاندماج الاستراتيجي الاقتصادي. أستاذ، أكيد لما نحكي على الجالية معناتها دورها خاصة في تمثيل الجزائر، ومن بين طبعا الجالية حتى في الجانب الاقتصادي، انه كثير من الجاليه يريد طبعا تثمين هذه العمليه من خلال استثمارات سواء بالنسبه لدول الجوار بكل صراحه، ولا حتى الدول السيد رئيس الجمهوريه كان يحكي على طبعا كثير من الدول الجنبيه، ما يقصدش بدول الجوار على انه بدول الجوار يمكن ان توصل مشاكله بسرعه بالنسبه للجزائر. هنا نحكي على طبعا دور الدبلوماسيه في المراحل القادمه طبعا، وتسيير مش مشاكل وتسيير خليني نقول لك مناخ الاعمال بالنسبه لهذه المستثمر، كيفيه توفير طبعا مناخ مهم بالنسبه للعمليه. نعرف انه عندنا تقريبا اكثر من 6 ملايين موجود في دول اوروبا، ولكن اغلبيتهم عايشين بمستوى راقي، عندهم فكر، عندهم مستوى تعليمي، عندهم طبعا منظومه متكامله بالنسبه للمشاريع، عندهم طبعا
التكنولوجيا كذلك، ولكن هذه الإشكالية اللي نحكي عليها. كل ما نفكر في الجانب مثلا الاستثماري نقول كيف يمكن استقطاب خاصة الاستثمار الأجنبي عن طريق طبعا الجالية. عن طريق الجالية. ولما نشوف أنه سيحب 1500 مشروع وما قدرناش نستفاد منه مشروع واحد، هذه إشكالية كبيرة، أنه لازم نوفر الإمكانيات. أذكر فقط أنه مؤخرا الأسبوع الماضي كانت في اتفاقية ما بين العالم الجزائري باسم حبة والمؤسسات الناشئة. سعود لك أستاذ هوري تغرسي. أستاذ رشيد علوش، نقطة مهمة جدا جاءت في إعلان قرطاج في الفقرة التي قيل فيها أهمية اعتماد نظرة طموحة أستاذ رشيد علوش نحو إرساء فضاء إقليمي جديد جامع ومندمج ومتكامل يقوم على القيم والمثل والمبادئ المشتركة ويوفر ردودا منسقة وناجعة للتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية للأحداث. أستاذ رشيد علوش، ما رأيك في اختيار بعض المصطلحات أستاذ رشيد علوش؟ طبعا هو في البداية الفقرة هذه وكأنها أعلنت نهاية المغرب العربي الكبير، اتحاد المغرب العربي، لأنه نتكلم صراحة اتحاد المغرب العربي الآن أصبح معطلا ومعطلا للدول التي ما زالت تأمل أن يصل بنا إلى شيء ما ملموس. أما من ناحية المصطلحات التي تم استعمالها بنوع من الصياغة التي في محلها من ناحية القيم والمثل المشتركة لبناء تكتل إقليمي جديد، ربما ستكون فيه الجزائر، ليبيا، أو حتى نصل إلى دول أخرى نتكلم في هذا السياق ربما عن مصر مثل ما ذكر الأستاذ منذ قليل. ولكن من الناحية الأخرى القيم والمثل الآن، هل مجمل الدول التي هي في المنطقة المغاربية توافق أو تتوافق مثلها مع التكتل الإقليمي الجديد المزمع بناؤه، مع ما شهدناه من مسار تطبيع أو هرر ولا نحو التطبيع من طرف نظام المخزن المغربي، وننتقل مباشرة من ملف إقامة أو بناء تكتل إقليمي جديد الذي تم ربما في هذه الزيارة إرساء معالمه، واللبنة الأولى المؤسسة ستكون الجزائر وتونس، وفيما بعد إعادة بناء الدولة الليبية ربما ستكون ليبيا وصولا إلى موريتانيا وأيضا الجمهورية العربية الصحراوية. هل جامعة الدول العربية، السؤال المطروح الآن يطرح الآن ويقال ما دام أن الجزائر تسوق رؤية أنه ستكون قمة جامعة للدول العربية، قمة تجسد العمل العربي العربي المشترك، الجزائر تؤكد أيضا وتشدد على أهمية إعادة سوريا إلى مقعد جامعة الدول العربية، لأنه تم تجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية تعسفيا في المادة 8 من ميثاق جامعة الدول العربية، لا يمكن بأي حال من الأحوال تعليق عضوية دولة في جامعة الدول العربية بسبب التدخل في الشؤون الداخلية للدول. هل الآن ما يتوافق أيضا معه التأكيد على أهمية العمل العربي العربي المشترك، وما يطرح السؤال ويقال بأنه ما دام الجزائر تؤكد على أهمية أن يتم عقد قمة جامعة الدول العربية في الجزائر بشكل جامع، حتى رئيس الجمهورية كان واضحا أستاذ رشيد علوش قال إن المشكل اليوم في الدول العربية إن كان مشكلا هو تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لبعض الدول، قال نحن ربما تونس هي شقيقة ونساعدها ونتوافق معها، هناك اندماج، لكن قال رئيس الجمهورية أنا شخصيا لا يمكن أن أسمح لنفسي للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس. أستاذ رشيد علوش، هو كتكملة فقط في هذا السياق ونجيب على السؤال عن سياق العلاقات الجزائرية المغربية وقطع العلاقات الجزائرية المغربية والقول بأنه ما دام الجزائر تتحدث عن قمة جامعة في الجزائر، هل سبب قطع العلاقات مع نظام المخزن المغربي كان بسبب علاقات ثنائية وملفات ثنائية بين الجزائر والمغرب؟ السبب الأول هو تدخل من طرف نظام المخزن المغربي في الشؤون الداخلية للجزائر، وأيضا من تدخل طرف ثالث هو ليس عضوا في جامعة الدول العربية ويعتبر كعدو للدول العربية العربية النظام الكيان الصهيوني في المغرب، وتهديده مباشرة لأول مرة من دولة عربية تهديد الجزائر من دولة عربية بدون أن ينبت بشفا وزير خارجية الدولة التي تم من إطارية تهديد الجزائر. هنا النقطة المفصلية والجزئية، هل تم تعليق عضوية سوريا بسبب خلاف عربي عربي؟ لا، لأنه كان هناك تدخل. هل تم قطع العلاقات الجزائرية المغربية بسبب خلاف جزائري مغربي؟ لا، لأنه كان هناك تدخل فيه.
المركزة في الشؤون الداخلية الجزائر، وصل الحد إلى حد تهديد الأمن الوطني الجزائري، وصل الحد أيضا إلى رعاية مجموعات مصنفة إرهابية في التراب المغربي تعمل على استهداف الأمن القومي الجزائري. وبالتالي فإن المسوغ والحجة التي يتم رميها على الجزائر باعتبار أن الجزائر تسوق لنفسها على أنها ستعقد قمة جامعة الدول العربية وهي تقطع علاقتها مع نظام المخزن المغربي، فهذا الأمر مردود عليهم، لأن الحجة والسبب في قطع العلاقات ليست هذه النقطة. وبالتالي فإن المرافعة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية والدعوة أيضا إلى بناء تكتل إقليمي جديد هو يعتبر في بدايته خط دفاع أول بين الجزائر وتونس لما تدفع له العديد من الدول العربية للأسف، وتضغط على تونس بأموال معدودات لإقامة علاقات في السر مع الكيان الصهيوني أو حتى الوصول إلى التطبيع. هذه النقطة تعتبر كتهديد للأمن القومي الجزائري، والجزائر لن تسمح أبدا بأن تقع تونس فارسة لتلك الدول. وبالتالي سنقدم مجمل المساعدات سواء المالية، سواء سنقف مع الإخوة التونسيين في السراء والضراء، ولكن أيضا سنمنع المساس بأمن تونس بناء على اتفاقيات موقعة بين الدولتين، لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي نعقد معها اتفاقية دفاع مشترك هي تونس. اتفاقية الوفاق والإخاء الموقعة في 1983 هي بين الجزائر وتونس، وهذا الأمر تم التشديد عليه في كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. دائما ما يصر ويقول على أنه نحن لا نتدخل في الشأن التونسي، وعلى الدول التي تعمل على التدخل والمساس بأمن التونسيين وإعادة ترتيب البيت التونسي من الداخل وفق ما يتوافق مع رؤاهم ومستقبلهم ومساراتهم ومصالحهم، فنرفض ذلك. ولكن إن تم المساس بأمن تونس فنحن متواجدين باعتبار أنه أمن تونس هو خط أحمر وأمن تونس من أمن الجزائر. شكرا لكم الأستاذ رشيد علوش المختص بالشؤون الاستراتيجية، شكرا لكم على الحضور وعلى الإفاضات. دكتور الوريث الغصي المحلل اقتصادي، شكرا لكم على الحضور. شكر موصول أيضا لضيفنا من تونس سيد خالد عبيد الأكاديمي والمختص في الشؤون السياسية. بهذا نصل إلى ختام هذه الحصة، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني والصحفي العامل معي لطفي سلمي في الإشراف، سلمى قيدي في الإخراج، ونيانيس يحيوي في مساعدتي الإخراج. نلتقي على خير بحول الله، إلى اللقاء.